السلام عليكم غزالات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كل شيء هو هداك. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. المهم جبت لكم اما تقولوا غديوه ولا عشيه ولا بغيتوا تفاصون فيها الخضر. شويه الكفته سهله، اي حاجه عندكم في الدار تستعملوها، ماشي بالضبط يعني هادشي اللي عندي انا، اي حاجه عندكم في الدار تستعملوها. وبالنسبه للتوابل اللي حبيتو تفاصيل عن داكشي اللي غندير انا نوريه لكم، وانتم اي حاجه في التوابل اللي حبيتو تعملوا تعملوا ماشي مشكل. والخضر اللي عندكم كيف ما قلت لكم، هنا عندي فلفله، هنا عندي مطيشه، عندي شويه شامبينيون، شويه شطربيع، وبطاطا كفيته. ها هي غندير ليها شويه شطربيع ولاطريه. كل شيء هادشي غنديرو غير في المقله على النار، بغيتو ديروه في الفران ديروه في الفران ماشي مشكل، يعني كيف ما حبيتو. هادشي كله غادي نقطعو وغادي نستفو، وهانتوما معايا. ما تزابيوش وما تنساوناش من التعليق ولي لايك، وضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله. هادشي كله غادي نقطعو وانتوما تشوفوا معايا. كنقطعوها كدوائر بالفاصون كيما حبيتو نتوما. بطاطا كذلك قطع دوائر، ولا هذا الشكل هذا. القياس اللي بغيتو نتوما ديال البطاطا ديال كيما قلت لكم الخضر اللي عندكم تستعملو، ممكن ديرو غير مثلا غير بطاطا ومطيشة ولا بصلة مطيشة ماشي مشكل، يعني اللي عندكم اللي متواجد عندكم في الدار. فلفلة اللي عندكم بالألوان تقدرو تستعملو نص هكا، نص أصفر نص خضر نص حمر، باش كتلعبو الألوان وكيجي حتى الطبق يعني كيجي يعني شكلا ومذاقا ومضمونا. فلفلة نقطع هكا بشكل طولي، بحال هكا هادي، العطريه غنعمل انايا مليحه لبزار، شويه نتاع التحميره، كمون، لي زيرب دو بروفونس، ثوم يعني بودره يعني ثوم مجفف، وزيت المساند الرسمي زيت العود يعني زيت البلديه. هادشي كامل اللي غنديرو في ديك المقله، غادي نستفو شويه الخضره عاد ندير فوق منو الكفته. المهم على هاد الشكل هذا، شامبينيون تقطعو كيفما بغيتو كلو هكذا. المهم على هاد الشكل شفتو، غنستفادو هاد الشكل المقلة. المهم دير طاطا لتحت، بحال هكدا. المهم دير الشامبينيون لي درتو ماشي مشكل،
شامبينيون هذا راه كاين اللي تهرس لي بحال هكا. ندير مطيشة من هذا الشكل هذا. الفليفلة كيف ما درتو ليها نفس المشكل. هاي الكبسة البنات اللي فيها شوية تاع الربيع، قزبر معدنوس. بعد غندير شي من هاد لاصوص البولونيز كيجي زوين حتى هو مع هاد الطبق هاد الاوكلي هادي. هنا غادي ندير شويش نتاع الملح نعمل شويش تاع التحميرة بابريكا شويش نتاع الابزار غير شويه حتى تيكون شويه هاد الابزار لي بيان تيكون شويه يعني حار نردو البال. شويش تاع الكمون مكتروش باش ما يجيش مر حيت الا كثرتو كيما الراب غنحك فيها واحد البصيله. يا يعني البنات عملت فيها انايا بصيله، حكيت فيها بصيله صغيره. ندير واحد النقيطه تاع الزيت صافي ونجمع. هاهي البنات كلاعبين هناك سيدي. دابا نصيب لاصوص نتاع لي غادي ندير مع الخضر والكفته. ندير كلاص يعني خلطة ندير مليحة من قياس البنات باش ما يجيش ديما مقسم باش ما يجيكمش يعني. نعمل تحميرة بابريكا، غنعمل ليبزار، فلفل أسود، اللي بغا يعمل حار يعمل ماشي مشكل. نعمل شويش نتاع التوم، ديجا هاديك راه فيها التوم وفيها هذا وفيها يعني البصلة وداك الشي هاديك هاديك الصوص بولونيز يعني ديجا فيها كلشي. ما نزيدو واحد شويش نتاع التوم يعني بودرة. الوغ نعملو شويش نتاع الكمون شويش نتاع الكركم يعني التوابل كتبقى على حسب الذوق يعني كل واحد شنو بغا يدير. صافي هادشي اللي غنعمل ما نسيت شي حاجه. ندير فيها شويه تاع الماء نخففها بشويه تاع الماء صافي ونضيف على نضيف يعني على سميتو على الخضر بجرب معاه في الماء يعني ما تشرب تطلق الماء الشامبينيون كيطلق الماء.
ندير داك الخضر حتى طيب ليا شويه عاد ديك الساعه حتى باش كتبقى مرطبه. عاودي حاجه يا اخرى بغيتو تبقى ديك مرطبه ديما ندير فيها واحد المعلقه ديال الحليب كتبقى رطيبه ما كتهبش. ناخذ الخضره ديالنا ايوا ندير عليها هاد لاصوص اللي قلت لكم هكذا من الفوق اللي ما عندوش هاد لاصوص راه يستعمل يعني يعمل هذاك مطاشا كونسونطري مركزه ياخذ واحد معلقه كبيره ولا صغيره هادشي اللي بقى غادي نديرو هنايا على الفجن صافي انا طيب من بعد نرجع ندير فوق منها الكفته ما ننساش شويه تاع قزبر ومعدنوس غنساه هادوك نتوما البنتينات اللي عندكم حتى هما الحار لا بغيتو هاي البنات غنولي ضفت الزيت ما تنساوش الزيت شفتو هكا دابا انا غنغطيها هاي غطيت عليها دابا ننزل العافيه النار عليها غات نحس بها غلات نقص العافيه مهيله هاي البنات من بعد ما تلبات لي صراها طابت غادي ندير دابا كفيته القياس اللي عندكم بحال بعض المرات اللي عندكم مثلا كفيته قليله تقدروا تضيفوا ليها تحكوا معها بريعه كورجيت بصيله بطاطا فهمتي فهمتي ايه هادو كيما هكدا من شويه راه ولي كتير صافي غادي ياخد دي مينوت هكاك صافي وغادي يوجد نقطع عليه